يعني معلش في موضوع تاني اخد رايك فيه دكتور ياسر، وهو قرار البنك المركزي تجميد اموال 1055 جمعيه اهليه تابعه. احنا معترضين على هذا القرار. ليه بقى؟ ممكن افهم حضرتك؟ هذا القرار قرار اداري، يعني انت عندك مخالفات عارفها عن 100 عن 1055 جمعيه اكتشفتها في يوم واحد، ولا عندك المخالفات الاداريه دي بقى لها مده طويله؟ ليه ما اتخذتش القرار الا دلوقتي؟ ثانيا القرار ده قرار سياسي، وهل يبرر ان هو ما اتخذوش لغايه دلوقتي ان هو يفضل يعني يسمح؟ لا انا بقول لحضرتك بشبهه في تمويل بعض الامور. انا مش عايز الناس تاخد بالشبهه، انت خدها بالدليل. انت كنت مفرطا عندما تركت 1055 جمعيه فيها مخالفات ماليه وانت مش مراقب عليها، ومش ممكن ان انت تكون ده قرار اداري. يعني انا بقوله ده من باب التعجيز، ان لا يمكن يكون قرار اداري انت اخطات في تركه كل هذه السنوات، لكن ده قرار سياسي. وبالتالي فانا بقول انت حضرتك دلوقتي جعلت جمعيات تقوم بعمل خيري زي الجمعيه الشرعيه وانصار السنه في مستشفيات، في مراكز غسيل كلى، في ايتام، في فقراء، الناس دي هتتوقف كل الاعانات لها الى ان تفصل. طب ليه ما عينتش رقابه عليها وخليتها ماشيه؟ عين لها حتى اداره ثانيه علشان تبقى تحت اشراف الوزاره وتصرف الاعانات الموجوده. الدعوه السلفيه يا دكتور ياسر، الدعوه السلفيه هتتاثر بالقرار؟ لا انا بدور على مصلحه البلد كلها. الدعوه السلفيه جمعيه رسميه ولم تدرج فيما نعلم في هذه الاعداد اللي هي توقفت حساباتها، ولكن انا بتكلم عن مصلحه البلد كلها. لا انا فاهم بس قلت استوضح. 3 مليون مواطن منتفعين من هؤلاء. انا دلوقتي عندي احتمال لشبهه تمويل وارد جدا في اختراقات، وارد ان يكون في تمويل لانشطه غير مشروعه. طب انت حضرتك دلوقتي عشان تهد 95% من اجل احتمال 5%، انا شايف ان ده خطر وغير مناسب بالمره. انا بشكرك خصوصا اللي قبل استفتاء الدستور مباشره. تمام. انت عايز تجيش، انا حاسس كده ان هذا القرار زي قرار الدكتور مرسي قبل استفتاء الدستور الاولاني برفع اسعار السلع، وهو عارف انه ممكن محتاج، لكن مش ده التوقيت المناسب. وشوفها اداريا تمشي ازاي قبل ما تكون قرار سياسي. بشكرك على هذه المداخله دكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوه السلفيه. على فكره